وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية. برحب بحضرتك أستاذ طارق. تحياتي لحضرتك ولكل المتابعين. تحياتي لحضرتك إذن. وحضرتك خبير في العلاقات الدولية، كيف تقيم الأوضاع بشكل عام في قطاع غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي في يومه 258 واستمرار الانتهاكات ضد المدنيين؟ يعني هذه الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين أتصور أنه اتضح للعالم بما لا يدع مجال للشك، أن يعني حول الحق الذي فيه يمطرون أنها أرض فلسطين، أنها الشرعية الدولية أو الشرعة الدولية، وأن ذلك وأن الإسرائيليين اليوم في ضلال مبين، يتخذون قرارات الأمم المتحدة هزوا، يتحركون ضد إرادة المجتمع الدولي وضد الأسرة الدولية وضد عشرات الدول التي باتت تفهم وتدرك القضية، وأنها قضية احتلال وقضية مجازر يمارسها الاحتلال وتنصل من كل الالتزامات الدولية القانونية والسياسية والأخلاقية. فتصور أن يعني الآن مصر هي الدولة الاستثنائية، دولة استثنائية، شعب وقيادة هي حارس الحياة الذي يتخذ كل ما في وسعه وكل ما في الطاقة لحفظ الحيوات والمضي قدما في كافة المسارات بما يحقق المصلحة الفلسطينية وبما يتفق مع مبادئ التنظيم الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة. الدولة المصرية باتت يعني الكل يشهد لها الآن أنها العصا القوية الراسخة غير القابلة للكسر التي ضربت الإرهاب التي تهش بها غنم التطرف، وللعالم كل له فيها مآرب أخرى. العالم كله يدرك ذلك، أهمية الدور المصري وأنها ركيزة الاستقرار وأنها شريان الحياة للفلسطينيين وأنها هذه الجهود المستمرة والدبلوماسية المضنية وهذه العصا القوية غير يعني الدول الأخرى المجاورة التي أكلها دود التطرف أو دود الأرض، لكن الدولة المصرية تقف بالمرصاد فيما يتعلق بمنع تهجير أو تصفية القضية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين والدفاع عن الأمن القومي المصري. هذه الصورة الآن، صمود فلسطيني أسطوري يعني فاق كل التوقعات وفاق كل ما يمكن أن يتحمله البشر. هذا الصمود الفلسطيني الأسطوري ومن ورائه موقف الدولة المصرية الراسخ الذي لا يتزعزع قيد أمله. طيب أستاذ طارق، يعني دعنا نأخذ زاوية ونقطة ومحور آخر في هذا النقاش. هناك لجنة أممية أدانت مؤخرا استهداف الاحتلال للأطفال واتهمته بمقتل والتسبب في إعاقة الآلاف، وجددت أيضا المطالبة بوقف إطلاق النار. كيف يمكن وضع آليات عملية لتنفيذ هذه المطالبات؟ بالفعل يعني هذا يعني ما تفضلت بالإشارة إليه، هذا يدخل في سلسلة من تضييق الخناق على الإسرائيليين، وأنهم باتوا يعني لا يكترثون لكل تلك الفعاليات ولكل تلك الصيغ. وأتصور أن يعني الحجم وتراكم هذه الصورة وتضييق الخناق على الإسرائيلي من خلال كل تلك المنظمات الدولية واتضاح هذه الصورة للعالم، باتت الآن الدولة الإسرائيلية منبوذة، أنها التي تمارس الإرهاب، إرهاب الدولة، أن حكومتها متطرفة، أنها لا تريد السلام، أنها لا تكترث من قريب أو بعيد لكل ولا حقوق الطفل ولا حقوق المرأة ولا حقوق، ويعني ترتكب كل الموبقات وكل جرائم الحرب وجرائم الإبادة. فأتصور أن كل التنظيمات أو كل المنظمات الدولية المتخصصة كل في مجاله بات يدينها وبات يعريها وبات يفضحها، وأنها لا تتورع عن ارتكاب كل الجرائم. وأتصور أن مزيد من حشر الإسرائيليين في هذه الزاوية ومزيد من العمل على استمرارية
هذه التنظيمات الدولية أو المنظمات الدولية المتخصصة كل في مجاله قادر على حشر الإسرائيليين أكثر وأكثر، بحيث أنها باتت هي الوحيدة في العالم ولا يرعاها إلا ذلك الأمريكي، وبات الأمريكي أيضا يتخبط سواء كان ما بين الجمهوريين والديمقراطيين، سواء كان في إرهاصات ما قبل الانتخابات الأمريكية. واضح يعني هذا القبح الإسرائيلي ومن ورائه أيضا ذلك التردد والإخفاق والسياسة الأمريكية المعوجة التي يعني تكيل بهذه المعايير الضيظة أو المعايير المزدوجة. وتصور أيضا أنه يعني بات واضحا للكل أن الإسرائيلي ومن ورائه الأمريكي وبعض الأوروبيين يلحدون في أسماء وتكييفات ما استقر عليه الضمير الجمعي العالمي، مع أنهم يعني يعرفون الحق كما يعرفون أبنائهم، لكنهم للحق الفلسطيني ولهذه الحقوق التاريخية والسياسية والقانونية والإنسانية كارهون. وأتصور أنه يعني أصبحوا غير قادرين عن الدفاع عن أنفسهم، وأن كل تلك الحجج والمبررات التي يقدمونها لم تعد تنطلي على حتى على شعوبهم، وتحديدا أقصد الولايات المتحدة من خلال تلك التظاهرات في الجامعات الأمريكية والشوارع الأمريكية. وواضح للكل يعني مدى الإجرام والقبح والإنعزال من خلال هذه السياسات الإسرائيلية الإجرامية ومن ورائه ذلك الدعم الأمريكي غير المبرر، ويعني أنهم ليل نهار يمدونهم في طغيانهم ولا يصلحون. يعني أتصور هم، أنا أشبههم بالآتي، يعني كرجل الشارع الذي يرى اثنين في شجار يتعاركان يتشابكان بالأيدي فيتدخل، أقصد الأمريكيين، يتدخل موحيا لمن يراه أنه يعمل على فض الاشتباك والإصلاح والصلح والتهدئة، لكنه غير أمين في الحقيقة. هو يمسك أحد المتشاجرين للآخر ويقيده بشكل خبيث للآخر، وهذا ما تفعله الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية من ذلك الدعم اللامحدود الأعمى مع الإسرائيلي، وذلك الظلم والافتئات على حقوق الفلسطيني. أتصور أن الأسرة الدولية يعني بعد أن ظهرت للعالم أنها غير قادرة نتيجة ذلك تقييد الإرادة الدولية من خلال حق الفيتو وهذه السياسات الأمريكية المعوجة الظالمة التي كان من المفروض أن تكون مؤتمنة على تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة، وأن تعمل بالفعل على إعلان الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، كما أكد الرئيس السيسي، أكد أن حل الدولتين هو الحل الوحيد واليتيم، وأنه هذه العبارة أصبحت ممجوجة وفقدت مصداقيتها نتيجة لأنها أصبحت يعني تلوكها الألسن الأمريكية والأوروبية دونما وجود صيغ حقيقية وجداول زمنية تضع يعني برامج محددة وتوقيتات محددة وآليات محددة، ميكانيزم محدد حتى يتم إعلان هذه الدولة، لأنه هذا هو الحل الوحيد. أتصور أن الدولة المصرية يعني تجعل دائما صالح الفلسطينيين نصب العين المصرية، ويعني تولي وجهها دائما الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا، تولي وجهها شطر إقامة هذه الدولة الفلسطينية، وحيثما تكون هذه المصلحة وتلك الدولة يكون التوجه ويكون السعي من قبل الدولة المصرية، بتسعى كل الأصوات هنا وهناك من أجل هذه الغاية. طيب أستاذ طارق، حضرتك ذكرت دلوقتي نقطة مهمة جدا، اتكلمت عن مسألة الضمير الجمعي من بعض الدول، يعني بالتزامن مع هذا الحديث هناك دلالات يعني تؤكد على تواصل العنف والاقتحامات في الضفة الغربية، وده طبعا بالتزامن مع التصعيد في قطاع غزة، يعني هطلب من حضرتك توضح لنا هذه الدلالات. جميل، أحييك جدا على هذه النقطة وهذا السؤال وتلك الإشارة، لأنه بالفعل يعني إن كانت ما تقوم به إسرائيل متذرعة بما بالذي حدث في 7 أكتوبر، فما الذي يحدث في الضفة الغربية؟ إذن هي نفس الحرب ونفس الشهية للاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وطردهم والاستيلاء على هذه الأرض وتحقيق الاستيطان. فإن كان في غزة حرب مباشرة طاحنة، فإن في الضفة الغربية حرب أيضا طاحنة، ولكنها حرب صامتة، حرب في هدوء، خطوة خطوة وقضمة قضمة. إذن هو نفس النية ونفس السيناريو
لا يعني الشكل مختلف، المقاربة قد تختلف في من حيث الدرجة، لكن الطبيعة واحدة. ما تقوم بإسرائيل في غزة هي ما تقوم به في الضفة الغربية، والضفة الغربية يعني ماذا قامت وماذا فعلت لكي يحدث هذه الأعداد من القتلى وقضم الأراضي وقطعان المستوطنين الإسرائيليين، وهذه العقوبات التي العقوبات الخفيفة الإعلامية البائسة التي لا تقدم ولا تؤخر من قبل الأمريكي ضد المستوطنين، لا يعني لا يرعوا المستوطن أبدا، ويعني الجيش الإسرائيلي والدولة الإسرائيلية تقدم لهم كل الدعم، ولولا هذا الدعم من الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي لما استطاع هؤلاء المستوطنون أن يعني يفعلوا ما يقومون به من أفاعيل ضد القانون وضد الإنسانية وضد الأخلاق والأعراف. أتصور أن يعني الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا من خلال الدبلوماسية، قمة الدبلوماسية الرئاسية والدبلوماسية العادية وكل الأجهزة الأمنية والإعلامية كل يعمل في مجاله، بتسعى كل الأشواط هنا وهناك من أجل يعني إظهار هذه الحقيقة، من أجل الوصول إلى تحقيق ذلك الاستقرار بإعلان الدولة الفلسطينية واسترداد الحقوق المسلوبة الفلسطينية. والدولة المصرية عندما تسعى بذلك لا تريد إشادة من أحد، ولا تريد إلا إحقاق الحق وتحقيق تلك الشرعية الدولية، لا تنظر أبدا لمصلحة ذاتية، إنما هي دائما يعني أستاذ طارق نقدر نقول أنه في إطار الكلام اللي حضرتك ذكرته أنه سيناريو بيتكرر، سيناريو واحد نقدر نقول شامل لكل الأراضي الفلسطينية وكل قطاعات الدولة الفلسطينية. إذن كيف ترى أيضا تأكيد المنسقة المقيمة للأمم المتحدة على أنه مصر عملت على مدار الأشهر الماضية على إنشاء شريان حياة إنسانية إلى قطاع غزة؟ بالفعل الدولة المصرية وهي أكبر دولة مدركة لأبعاد هذه القضية ولها هذه الخبرة والدربة من خلال تعاملها مع الكيان الصهيوني حربا وتفاوضا وسلاما وتحكيما، من خلال كل تلك الخبرات تحاول أن تحقق وتنفذ هذه الإرادة الدولية والشرعية الدولية، لأنها الضمانة الحقيقية لتحقيق الاستقرار. وأنه يعني الإسرائيلي نفسه لن ينعم بالاستقرار والأمن والأمان إلا إذا تم تنفيذ هذه الشرعية الدولية. الدولة المصرية وهي تتحرك لا تنظر أبدا إلا لتحقيق ذلك الاستقرار، لأن مصر أثبتت في كل وقت وحين أنها دولة أمن وأمان وسلام، وأنها تريد أن الاستقرار والتنمية والحياة، أنها دائما يعني من صناع الحياة، صناعة الحياة وصناعة الازدهار والتنمية. هذه صناعة مصرية بعيدا عن صناعة الدمار والخراب، هي دائما تسعى لصالح الفلسطيني وصالح القضية وصالح تحقيق الاستقرار. وحتى الإسرائيلي نفسه هذه النصيحة المصرية لن تنعموا بأمن أو أمان أو مستقبل أو سلام إلا بوجود تلك الحلول التفاوضية والوصول إلى وتحقيق هذه الشرعية الدولية وإعلان الدولة الفلسطينية، لأن أساسا الكيان الإسرائيلي لم يعلن ولم ينشأ إلا من خلال قرار دولي، إلا من خلال قرار 181 لسنة 1947. إذن إسرائيل يعني إسرائيل نفسها لم تنشأ إلا بموجب هذا القرار الدولي. إذن اتساقا مع كل هذه المعطيات والمفردات ومنطق التاريخ والأحداث، لن يتحقق الاستقرار إلا بتطبيق هذه الشرعية. الدولة المصرية هي لا تتاجر كالبعض أو قول يعني كالكل، مصر دائما هي لا تسعى إلا لتحقيق يعني هذا الصالح وتحقيق يعني مرضات الاستقرار. أتصور أن لا تحسب حسابات الأرباح والخسائر، هي لا تتاجر، هي ليست تاجرا، وإنما هي يعني حاج، وفارق كبير ما بين الحاج والداج. إذن مصر دائما تبقى هي قبلة السلام وقبلة الأمن والأمان في شتى الأنحاء. الحقيقة أنا بشكرك جدا أستاذ طارق البرديسي، وحضرتك خبير في العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف، جزيل الشكر لك.